هاي عاطف على السلامة، خدم روح. عاطف الهمامي عامل بشركة التاك. أنا إنسان ضريت مع الشركة هذه من البرودوي الشيميكي اللي فيها، اللي هاي الدليل، اللي هاي إيدي كيفاش ضرت منها. هاي دليلها. باهي الشيميك هذا تشوف فيه قدامك، هاو هنا، وعندي ما يثبت من طبيبة الشغل، عندي جواز لك كيف من طبيبة الشغل اللي هي صحح لي انا الوضعيه، تقول لي راهو ضريت من الشيء هذا، وهاني زادك بوثائقي واموري واضح. باهي عاطف، هذه تراسل في يديك انت من البرودوي اللي تستعمل فيه. من البرودوي اللي استعمل فيه ما كانتش عندي. اللي هو لو عندي عامين ونص نخدم ما ثم حتى شيء. ما تستعملوش بوندويات عاطف؟ لا ما غير بوندويات ما غير حتى شيء. بيديكم تو؟ بيدينا تو. باهي عاطف. بيديكم شيميكو بيض سخون وفيه ديستاكا وفيه برشا ماتريال. كش باتي؟ أنا كش باتي سامي، دخلت المعمل 2009 ما عنديش حتى مرض، في جام في 2012 وليت الرد في الدم، مشيت كنقولك 6-7 طب اللي عديت عندهم قالوا لي عندك التهاب في الجهاز التنفسي من الماتريال هذا يوم الدستكا والحكايات هذه، والتو مانيش لاباس. ماده الدستكا يقولوا لها هذه كنشمها قريجيمي تشيح جمله واحده، ما عادش نجم نمشي، راسي وجعني، ما عادش نركز جمله واحده، كل شيء بالوثائق، عندي ما يثبت، عندي كل شيء، عندي براق طبيب، كنقول لك مليون ومتين اللي عديت به، بديتها من مزو برقيبه وانا نعدي وصلت حتى لتونس، تعملوا مزيه شوفوا النحل يرحم والديك. وطب الشغل بالله؟ طب الشغل وقت اللي مشيت لها قالت لي تكذب لما كلمت وحيده هذه في الاداره باش هي قالت لها عدي علي، واعطتني جواب مشيت للسبيطار، في السبيطار نتاع مزو برقيبه اعطوني موعد بعد بجمعتين. خليت السبيطار ومشيت نعدي بالفلوس، نسلف الفلوس ونعدي على روحي. صدقوني نتسلف في الفلوس، شهريتي ما عادش مكفيتني ونعدي على روحي. والطول الآن مريض، وأي طبيب تحب تهزوني ليه مستعد، الله يبارك. باهي بارك الله فيك.